إذا الآن سنتناول موضوع قوى العدد 10. إذا هذه القوى العدد 10 مهمة مزيان باش نعرفوا كيفاش نديروا الكتابة العلمية بطريقة مبسطة، وضروري تنتبهوا معنا لهذه القضية هذه. إذا قوى العدد 10، إذا ليكن N عدد صحيح طبيعي، ليكن N عدد صحيح طبيعي. إذا غادي نشوفوا ماذا يعني 10 أس إن. 10 أس إن يعني 10 في 10 في 10 إن مرة، بمعنى أنها واحد وحدها عدد ديال الأصفار إن مرة. إذا باش نفهمكم، مثلا عطاوكم 10 أس 3، إذا بلا ما تخمم بلا ما تفكر مباشرة راه هي واحد، وهاد أس هي 3 ديال الأصفار مباشرة. 10 أس 4 هي واحد وحدها 4 ديال الأصفار. منين جاتنا هاد المباراة هذه؟ جاتنا لأن 10 أس 3 هي 10 في 10 في 10، وحسبها أنت أنا حاسبها غادي تلقاها 1000. إذا راه نفس النتيجة. إذا ملي كيكون عندك الأس يعني عدد الأصفار هو اللي كيكون في الأس، مازال. ولكن السؤال، إذا كان عندي أس عدد سالب مرة، مازال 10 أس ناقص إن، في هاد الحالة هادي أشنو هادي ندير؟ هادي ندير هو أنه 0.001. إذا لاحظوا من هنايا كتبدأ عدد إن مرة ديال الأصفار، ولا إن مرة. لاحظوا مزيان، إذا في هذه الحالة هذه كيفاش؟ إذا عندك مثلا 10 أس ناقص 3 باختصار هي 0.001، يقول لك أستاذ لا راه عندك 3 3 أصفار. لا، الأصفار كيتحسبوا من هنا من مورا الفاصلة، يعني ها الصفر الأولانية ها واحد ها جوج ها ثلاثة. عطيتك 10 أس ناقص 5 راه هي 0.0000، ها أربعة الأصفار، عدد صفر هو الخمس وكنزيد واحد. إذا نتمنى أنكم فهمتوا هاد القوى ديال العدد 10. ندوزو للمرحلة المهمة اللي هي كتابته العلمية. سنلتقي إلى أهم فقرة في القوى. علاش حنا كاع كنقراو كلشي هادشي باش نوصلو لهاد الفقرة اللي هي مهمة بزاف، الكتابة العلمية. شحال من واحد فيكم كيبغي يدير عملية حسابية طويلة في الآلة الحاسبة العلمية، وملي كتبغي تخرجي النتيجة كيلقى واحد الأعداد وكيلقى في لفان ديال الشاشة أس ناقص 9 10 أس ناقص عدد معين، وما كيفهمش داك الرقم اللي خرج ليه شحال. إذا ما تسناش أن الآلة الحاسبة تعطيك واحد العدد طويل، والشاشة ديال الآلة الحاسبة أصلا صغيرة جدا وتستحمل ما لا نهاية من الأعداد. مزيان، إذا نشوفوا بعد نقرأ القاعدة ونشرحوها. الكتابة العلمية، القاعدة الأولى تقول الكتابة العلمية لعدد عشري موجب هي كتابته على شكل A في 10 أس N، حيث N عدد صحيح نسبي يقدر يكون موجب سالب، و A عدد عشري حيث A واحد A محصورة بين واحد و 10 قطعا. إذا 10 قطعا، مزيان. إذا هنا جملة طبعا راه واقيلا ما فهمتو فيها والو، ولكن الآن بهذا المثال غندعمو وغادي نشرحو في نفس الوقت. نفترض عندي واحد العدد بهذا الشكل هذا، 0.0000000، إذا 6 أصفار زيدو كاع 7 أصفار نعتبرو مثلا 63. إذا هاد الكتابة هادي ليست علمية، ميمكنش أنا نكتب واحد النتيجة دايرة بحال هكا، خصني نبسطها. إذا باش نبسطها هو أنني نكتبها على شكل A مضروبة في 10 أس، يعني واحد العدد مضروب في 10 أس واحد العدد أخر. إذا وحيث أن A محصورة ما بين 1 و 10، مازال أشنو عارفين حنايا على القاعدة ديال الأس اللي قرينا؟ انتبهوا مزيان، قوى العدد 10، إذا حسبنا عدد الأصفار 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا 10 أس ناقص 8 مضروبة في هنا تكون واحد، راه كتكون ديريكت، ولكن ملي كيكون هذا العدد كنجيبو لهنا. مزيان، هذه بسطات. القاعدة الثانية، الكتابة العلمية لعدد عشري نسبي سالب هي كتابته على شكل ناقص A في 10 أس N، حيث N عدد صحيح نسبي و A عدد عشري بحيث A محصورة كذلك بين 1 و 10. ما عليناش، إلا اعتبرت واحد العدد سالب، مثلا نعتبر لدي ناقص 130.7،
مزيان، هذا عدد سالب. وبغيت نديرو كتابة علمية. لاحظوا في هذه الحالة هذه، لاحظوا هنا شنو المشكل اللي عندنا. هنا ما عندناش أصفار، لاحظوا ما عندناش أصفار، وبالتالي ملي ما عندناش أصفار أشنو غادي نديرو هنايا؟ إذا ما عندناش أصفار، لاحظوا كيفاش غادي نديرها الكلمة، خاصة الأ تكون محصورة ما بين واحد وما بين عشرة. إذا هاد ناقص كنخليه كما هو، ما كنمسوش. ها واحد قال لك ناقص أ في عشرة أس إن. إذا 130، لاحظوا مزيان فاصلة سبعة، ملاحظات لاحظوا مزيان، ها ناقص حطيتها، لاحظوا 130.7 يمكن لي نكتب على شكل 13.07 مضروبة في 10، يمكن لي نكتبها 1.307 مضروبة في 100، يمكن لي نكتبها حتى 0.1307 مضروبة في 1000. إذا مثلا أشنو غنختار هنا؟ واش نختار الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ أنا نشوفوا القاعدة أش كتقول؟ كتقول لك أن أ محصورة بين 1 و 10، مزيان. أ هنا هي 13، واش 13 محصورة بين 1 و 10؟ لا، 13 كبيرة من 10، إذا هذه ما مقبولاش. عندنا 1.307، واش محصورة بين 1 و 10؟ نعم مقبولة، مزيان. وعندنا 0.13 صغار من 1، إذا هذه اللي غادي نخدموا بها. مزيان، إذا غادي نديرو ناقص ما نساوش هي هادي 1.307 في 100، ثم هاد 100 هادي راه يمكن ليا بكل بساطة هي نكتبها على شكل، لاحظوا، في 10 أس 2، 100 هي 10 أس 2، وهادي كتبت هادي بكتابة علمية، لاحظتوا الكتابة العلمية، غادي نستافدو أكثر، غادي نشوفو تمارين أخرى باش تستافدو أكثر. شكرا لكم لتتبعكم لدرسنا اليوم، إذا ما تنساوش تشاركونا في القنوات ديالنا، وكذلك ما تنساوش أن التحضير راه كاين في أسفل الفيديو، لنا لقاء معكم مرة أخرى.